لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بني. السلام عليك سيدي يا أبا جعفر أيها الباقر، يا ابن رسول الله يا صاحب القلب المسموم والقبر المهدوم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقدي، تبكي العيون دما لفقد معظم من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لباقر آل بيت محمد الباقر الصديق بحر العلم مصباح الهدى
والعابد المتهجد رزء له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمد رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد رزء بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حشاشة قلب كل موحد. ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من فعل رديء؟ كم أنزلت مر البلاء بباقر، كم أنزلت مر البلاء بباقر، نجم الهدى مأمون شرعة أحمد. ماذا فعلت به تلك العصابة الأموية المروانية؟ دست إليه السوم في غدر وما تدري بأن سمت فؤاد محمد ظل مرمي الباقر على فراش المنية وأن يهد الطاد والسبع العلية من حالها ولادته الدموع العيون. هذا سخين العين يبشي وذاك محزون، وأهل العلم في المدرسة العظمى إلو جان عن رحال ناصر الملة الأحمدية. غمض عيونه وقطع وانه وفاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم والنوح. فاضت سماوات العلا والقلم واللوح وسط القبر نصبت له الزهرة عزية. وإله من شاله والباقر فوق نعشه ودوه للمسجد وداره بقت وحشه. وابنه الصادق نوب يقوم ونوب يغشه ينادي يا ابويا عيشتي ما هي هنيه. اين الصارخ ومسموما ولكنما الامر لله
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش. صدق رسول الله الأعظم أبو القاسم محمد. التأسيس الاستدلالي لإمامة أئمتنا 12 لا يوجد في مدرسة أهل البيت أي فقر وأي قحط فيما يرتبط في الأدلة بالأدلة والبراهين. يوجد عندنا تنوع وتلون وتعدد وتكثر في الأدلة التي نستطيع من خلالها أن نثبت أن الأئمة هم أهل البيت سلام الله عليهم عددا وأسماء. نكتفي في رحاب مولانا الإمام الباقر أبي جعفر سلام الله عليه بطرح دليلين مهمين. هذان الدليلان يصلحان لتقوية العقيدة من جهة، ويصلحان أيضا للمحاورة ومجادلة الطرف الآخر وإفحامه أيضا. الدليل الأول هو الدليل الروائي، والدليل الثاني هو الدليل القرآني التاريخي. بنسر الدليلين: دليل روائي ودليل قرآني تاريخي. تعالوا معنا أولا إلى الدليل الروائي. هذه الرواية التي صدرنا بها الكلام: الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش، هذه الرواية ثابتة في كتب الفريقين، فهي موجودة في أسانيد وصحاح أهل السنة والجماعة، كما أنها موجودة في مرويات ومعتبرات الشيعة الإمام. هذه الرواية متسالم على صدورها من الجهة النبوية، بل أكثر من ذلك، في صحيح البخاري، في غير صحيح البخاري وردت هذه الرواية بألسن متعددة. مرة الأئمة من بعد 12، مرة يكون عليكم 12 أميرا، النقباء، الخلفاء من بعد. هذه الرواية تثبت للأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله سمتين: السمة الأولى العدد 12، السمة الثانية النسب، كلهم من قريش. طبعا هذه الرواية الرسول صلى الله عليه وآله لم يسقها لمجرد السوق الإخباري، وإنما أيضا يسوقها لتقرير بعض المضامين المهمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يخبرنا أنه الأئمة من بعد 12، لا، وإنما أيضا يعطي الأئمة من بعده
الشرعية. ليش؟ بمعنى أنه يقول صلى الله عليه وسلم أئمة الحق من بعدي 12. ليش؟ ليش إحنا نفترض هذا القيد الاحترازي الحق أنه أئمة حق أئمة هدى؟ لأنهم لو كانوا أئمة الضلال أو كان بعضهم أئمة الضلال لنص الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منهم. الأئمة من بعد 12 بعضهم مثلا كذا وكذا مثلا. أما ما دام لم يصفهم بأي وصف معنى ذلك أنه في سوق المدح في سوق كشف مقامهم. الأئمة من بعدي الذين يستحقون الخلافة يعني والإمام من بعدي 12 كلهم من قريش. التفت جيدا هنا عزيزي، التفت هنا موقع الاستدلال. قد تفاجأ أن هذه الرواية موجودة في كتب الفريقين، ولكن الشيعة الإمامية لما أرادوا أن يفسروا ويطبقوا هذه الرواية هل وجدوا طريقا مسدودا؟ هل وجدوا لغزا غير محلول في هذه الرواية؟ أم أن هذه الرواية واضحة في الفكر الشيعي الإمامي، واضحة في العقيدة الإمامية، وواضحة المصادق والتعينات؟ الإمامية عندهم مشكلة مع هذه الرواية؟ عندهم طريق مسدود مع هذه الرواية؟ لا. لما تقول له من هم الأئمة؟ الأئمة 12. إحنا أساساً اسمنا شنو 12ية؟ ما عندنا مشكلة مع ما عندنا طريق مسدود مع هذه الرواية. يعني لا يوجد عندنا فهم ضبابي لهذه الرواية. إحنا نكتفي بإيراد رواية واحدة في كتبنا تفسر الرواية الموجودة في صحيح البخاري الأئمة من بعد 12. في رواياتنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مشيرا إلى ولده الحسين عليه السلام إن ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم. صاروا كم؟ ها؟ صاروا 12. فمن حيث العدد هم 12، ومن حيث النسب هم من قريش. ما عندنا احنا طريق مسدود مع هذه الرواية، ما عندنا طريق مسدود. لكن لما جاء أصحاب المدرسة الأخرى هي الرواية مثبتة في كتبهم، زين يريدون يفسرونها الحين. من هم هؤلاء؟ من هم الأئمة الاثنى عشر الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله الأئمة من بعد اثنى عشر؟ من هذين؟ وقفوا عند طريق مسدود حائرين مذهولين مندهشين ماذا يفعلون؟ من هم؟ لأنه التفت جيدا إذا جئت إلى أئمتهم في المنحى الفقهي هم أربعة، إذا جئت إلى أئمتهم في المنحى العقائدي الأصل أشاعرهم معتزلة والبقية، إذا جئت إلى أئمتهم في المنحى السياسي التنفيذي لأنه عندهم قاعدة كل من جلس على كرسي الخلافة هو إمام، ها؟ فصير أئمتهم كم واحد؟ الخلفاء الأربعة. زين 14 واحد من بني العباس من بني أمية، 37 واحد من بني العباس صاروا أزيد من 50. وين 12؟ ما موجود، ما موجود. أتحدى أي واحد من علماء تلك المدرسة يجي يقول لي من هؤلاء 12؟ من هذه؟ بقى هذا اللغز معلقا في التاريخ العقائدي السياسي في فكر مدرسة الصحابة إلى أن جاء ابن تيمية. جاء ابن تيمية، ابن تيمية بعد ما يستسلم في هذه الأمور هاي، قال ما يصير لابد أن نشوف حل هالمسألة هذه، هذه مشكلة. شنو سوى؟ فاقترح 12 مستطيلا مربعا
وألصق فيه أسماء من مشتهياته. قال شنو؟ قال المقصود بالاثنى عشر مو كل هذين. خب هذين الخلفاء كلهم خلفاء، كلهم أمراء المؤمنين، كلهم الخلفاء الأربعة، الخلفاء يعني الراشدين. خلنا الحين نقول أربعة، خلنا الحين الخلفاء الراشدين يسمونهم الخلفاء الراشدين، زين، وخلفاء بني أمية الأربعة عشر، وخلفاء بني عباس السبعة وثلاثة، كلهم أمراء المؤمنين. بس المقصود اللي يقصدهم الرسول صلى الله عليه وآله، المقصود اللي يقصدهم الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الرواية، الأئمة من بعد إثنى عشر كلهم من قريش، مو كلهم، وإنما هم أفضلهم. من هم هؤلاء؟ اسمع اسمع اسمع. قال أول واحد خليفة الأول، ثاني واحد خليفة الثاني، ثالث واحد خليفة الثالث، رابع واحد وصل عند علي بن أبي طالب فتلجلج، قال ولا نعلم أعلي داخل معهم أو لا. مو معلوم، ما أدري، محتار. ليش؟ يقول لأنه وقعت عليه حروب وانتكاسات فتوقف، خلى علامة استفهام، يعني ما كتب أمير المؤمنين في مربعات بقلم أزرق، قلم بنسل يعني، مو متأكد منه. تمام؟ زين، خامس واحد معاوية. عجيبة المسألة، غريبة. وجاب كم واحد من بني مروان، كم واحد من بني عباس، وتم. طبعا هي نظرية، نظرية ابن تيمية، ما يمكن نقبلها. ليش عزيزي؟ لأمرين. إذا أردنا نناقش مناقشة علمية، يعني كنقاش موضوعي مع نظرية ابن تيمية في تشخيص من هم الأئمة الاثنى عشر الذين هم من بعد الرسول صلى الله عليه وآله، يمكن أن نورد عليه إيرادين. الإيراد الأول أنه هذا أمر عقائدي، أنت ما عليك، ما عندك عليه دليل، لا دليل عندك، عندك دليل؟ لا دليل روائي، لا دليل قرآني، لا دليل عقلي راجح يدلل على أن من اخترعهم هم هؤلاء. هذا أولا، التفت جيدا. هذا أولا. ثانيا هي نقطة مهمة جدا في الفكر الشيعي، التفت جيدا. الذين اقترحهم ابن تيمية كانوا على نمط واحد أو أنماط متعددة، كانوا على عقيدة واحدة تفصيلية أو عقائد متعددة، كانوا على فقه واحد أو فقه متعدد، كانوا على خط واحد أو خطوط متعددة. ها؟ اللي اقترحهم ابن تيمية كانوا متحدين في المنهج؟ ها؟ لا. خذ قاعدة، لما يقول الرسول صلى الله عليه وآله الخلفاء من بعدي، الرسول واحد لو متعدد، عقائده واحدة لو متعددة، فقهه صلاته صومه حجه واحد لو متعدد، واحد لو لا واحد. المفروض اللي يجي من بعد الرسول صلى الله عليه وآله يكون شنو؟ مثل الرسول، من خليفة الرسول، زين. واللي بعد هذا الخليفة يكون مثل هذا، يعني كلهم يجب أن يكونوا مثل الرسول صلى الله عليه وآله. أئمتنا كالقرآن، قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا مضافا إلى أنه هناك علامة استفهام في التأريخ السياسي السني، مدرسة أهل الصحابة لم يستطيعوا الإجابة عليه إلى يومنا الحاضر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقوم بكم دور؟ المعصوم نبيا أو إمام يقوم بأربعة أدوار: قيادة دينية، قيادة سياسية، قدوة صالحة، دور وجودي. شنو يعني دور وجودي؟ دور تكويني، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. التفت جيدا، المفروض إذا عندنا مدير مؤسسة عندها أربع صلاحيات، لما يغيب نائب المدير يملك كم صلاحية؟ ها؟ ها؟ نفس الصلاحيات. نائب المدير شنو معنى بعد؟ يقول الوكيل كالأصيل، أربع صلاحيات. شنو معنى النائب يعني؟ زين، التفت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحل، من جاء من بعده كان يقوم بكم دور؟ ها؟ دور واحد فقط.
قيادة سياسية، لا دور ديني، لأنه من توصل لهم مسألة قالوا وين علي بن أبي طالب جيبوا، ولا دور قدوة صالحة لم يكونوا الأصلح، ولا دور وجودي بمعنى أنه إذا مات واحد منهم تهتز الدنيا، ما في، ما موجود. زين، لم يكن يقوم بأدوار رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الأئمة الحق الذين قال عنهم رسول صلى الله عليه وآله الخلفاء من بعد 12. إذن نظرية ابن تيمية غير مقبولة عزيزي، لكن قد يقول قائل أنتم الشيعة الإمامية لا تعتقدون بصحة صحيح البخاري ولا تعتقدون بأن رجالاته عدول، لماذا تستدلون على إمامة أئمتكم برواية من وين؟ من صحيح البخاري. إما أن تستدلوا على إمامة أئمتكم بصحيح البخاري تقبلون بعد المفروض الروايات الأخرى التي مدحت الصحابة، تأخذون بعض ترفضون البعض، هذا موين هذا؟ نقول له نعم، نحن لا نعترف بصحة صحيح البخاري. ليش؟ وين نعترف أن رجالاته عدول؟ لأن البخاري كان يروي عن كثير من الناصر، تعرف أنت؟ زين، كان يروي عن عمران بن حطان. من هذا عمران بن حطان؟ أحد الخوارج الذي عندما ضرب أمير المؤمنين في محرابه مدح ابن ملجم وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. هذه مدح عمران بن حطان. زين، احنا ما نعترف بصحيح البخاري نعم، لكن احنا اخذنا هي الرواية من صحيح البخاري لأمرين. الأمر الأول بفمك ودينك، الأمر الثاني عندنا قرينة تاريخية تؤكد لنا صحة هي الرواية رغم أنها موجودة في صحيح البخاري. ما هي القرينة التاريخية؟ البخاري عاصر ثلاثة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. عندك خبر أو لا؟ ها؟ البخاري عاصر الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام. سبحان الله، ولا روى ولا رواية لا عن الإمام الجواد ولا عن الإمام الهادي ولا عن الإمام العسكري عليهم السلام، ولا كأنهم أبناء رسول الله ولا كأنهم علماء ولا أنهم تعاملهم على قرواة، ما في أبدا. زين، هاي الرواية أثبتت في صحيح البخاري في زمن إمامنا التاسع. منو يعني؟ ها؟ جواد سلام الله عليه. زين، يعني شنو؟ يعني هاي الرواية لو كانت موجودة في صحيح البخاري بعد اكتمال عدد أئمتنا لقالوا أن هذه الرواية دسها الشيعة الإمامية، لأن أئمتهم 12 وريدون أن يأكلوا على أن أئمتهم حق فدسوا هاي الرواية. لكن هاي الرواية مثبتة قبل اكتمال العدد الفعلي لأئمتنا في زمن الإمام التاسع، فمعنى أن هذه الرواية ملحمة نبوية، إنباء بالغيب، معجزة نبوية ينبئ بها الرسول صلى الله عليه وآله عن الأئمة الاثني عشر الذين أولهم علي وآخرهم القائم من آل محمد. الدليل الروائي عزيزي، خلاصة الدليل الروائي هنا الآن في النتيجة، أن هي الرواية المثبتة في كتب الفريقين الأئمة من بعد 12 لا يوجد لها تطبيق واضح وصريح إلا في الفكر الشيعي الإمامي. أما الفكر التابع لمدرسة الصحابة ليومك الحاضر وقف حائرا، لم يعرف من هم الأئمة الاثنى عشر الذين نص عليهم الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه ثغرة في الفكر الآخر، وهذا انتصار للفكر الشيعي، وهذا انتصار للروايات الشيعية، وهذا انتصار للروايات الموجودة في كتب السنة التي تؤيد الخط الإمامي. هذا الدليل شنو؟ الرواية. تعال معي إلى الدليل القرآني والتفت جيدا، هذا دليل قيم ومهم جدا. لما نرجع إلى القرآن الكريم
يجاوبنا على إشكالية ساقها بعض المستشرقين وبعض أتباع المدرسة الأخرى. عندهم إشكال علينا، كيف تقولون أن الأئمة من ذرية واحدة؟ لماذا جعل الله الأئمة في ذرية واحدة؟ هذا نوع من أنواع الأرستقراطية، نوع من أنواع الكسروية، نوع من أنواع ما يفعله القياصرة والأباطرة، أن الإمبراطور ابنه يكون إمبراطورا. شنو تقولون بتوارث مقام الإمامة؟ هذا نوع من أنواع العصبية والقبلية. هذا إشكال يريدون علينا إحنا. يقولون من سيئات المذهب الشيعي أنه يقول بتوارث مقام الإمامة. أساساً الخلافة الموجودة في خلافة الأول والثاني والثالث هذه حكيمة، هذه خلافة تنفع عن الإسلام تهمة شنو؟ العصبية والقبلية والأرستقراطية. نقول لهم أولاً الروايات نصت في كتب الفريقين على أن الأئمة من ذرية واحدة كلهم من قريش. ثانياً لما ترجع إلى القرآن الكريم يعطيك حقائق مبهرة تثير علامات استفهام تستدعي البحث والحسم. الحقيقة الأولى التي يشير إليها القرآن الكريم أن بعد كل نبوة نبي وبعد كل رسالة رسول هناك منصب بعد نبوة ذلك النبي ومنصب بعد رسالة ذلك الرسول، هو منصب الولاية، منصب الوصاية. بعد كل نبي وصي على نحو الاستقراء التام، كل نبي من لدن آدم إلى نبي الله عيسى عليه السلام، خلنا أن استثناء الرسول صلى الله عليه وآله لأنه محل البحث، كل نبي كان عنده ماذا؟ وصي. الفرق أن أوصياء الأنبياء أنبياء، هذا الفرق فقط. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا نبي بعد، ما قال لا وصي، لا نبي. تفهم جيدا المقرر القرآني الأول الذي سيق في القرآن كثيرا أن بعد كل نبي وصي. ممتاز، هذا واحد. اثنين، القرآن الكريم يقرر لنا أن وصي كل نبي ليس خارج دائرة ذلك النبي، وإنما من وين؟ من عائلته، من عائلته، من قراباته، من قرباه. ما يوجد نبي أوصى من بعده لنبي خارج دائرة قرباه. الحين ببين لك ليش هذا، ليش هالمعنى. هذا مو أمر اعتباطي، مو أمر بدون مؤهلات، منتخب لمجرد النسب، لا 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 لا، حاشا الله عز وجل أن يكون هكذا. زين، ذرية شنو؟ ها القرآن يقول إحنا بعضها من بعض. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. ها يعني أنت مستلم من تلك السلالة. المقرر الثاني إذن شنو؟ أن وصي كل نبي من أسرته. ثلاثة، أن بعض الأنبياء طلبوا من الله وصيا أو وزيرا أو مساعدا أو معاونا وأن يكون ذلك من ذرياتهم أو من عوائلهم. أنا أعطيك دليلين على ذلك، شاهدين على لسان موسى عليه السلام، ربي اجعل لي وزيرا من وين؟ ها؟ من أهلي. منو؟ عجيب، هارون أخي. طبعا لما يطلب النبي موسى هذا الوصي ويقول له يجعل هارون، لأن موسى معصوم يعلم أن هذا يستحق وما يستحق، يستحق، لأن قول من؟ قول الله تعالى، عدل وما ينطق عن هوى. فلما يقول اجعل لي وزيرا من أهلي وهو أخي، يعني هارون، معناه اجعله وزيرا لأنه أخي له، لأنه مستحق، إنه مستحق استحقاق. بعد على لسان زكريا عليه السلام، ربي هب لي من لدنك وليا يرثني
ويرث من آل يعقوب واجعله ربي. ها إذن يحيى عليه السلام طلب زكريا عليه السلام أن يكون من بعده وصيا ووريثا يرث ماذا؟ احتاروا يرث ماذا؟ إن قالوا يرث الأموال نحن معاشر الأنبياء شنو؟ لا نورث ذلك. إنزين وإن كان يرث المقام يرث النبوة هذا الذي نريد أن نصل إليه أن المقام يورث أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال علي وزيري ووارثي ويرث أموال الرسول صلى الله عليه وآله يرث ماذا؟ مقامه. الله عز وجل انتخبهم في عالم الأنوار وجعلهم ذرية بعضها من بعض. ما تقرأ أنت؟ أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. الله امتحنوا في ذلك العالم. ما تقرأ في دعاء الندبة؟ بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء في ذلك العالم. في ذلك ولهذا التفت جيدا عندنا احنا دليل اعجازي يدل على امامة ائمتنا واحدا واحدا ان كل امام في زمانه من ائمتنا كان افضل اهل زمانه وكان لا يعجز عن رد اي سؤال في اي حقل من حقول العلوم. هذا ما احنا نقول مؤرخين المؤرخين طع الإمام الباقر عليه السلام رغم أنه أخصي عن مراتبه التي رتبه الله فيها وأبعدوه عن القيادة الإلهية القيادة السياسية القيادة التنفيذية أزاحتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها لكن يبقى الإمام مهما أزيح الأمة تفزح إليه في المنعطفات الخطيرة مين يستغنوا عنه مستحيل لازم يوصلوا إلى منعطف حضاري خطير جدا لا يمكن أن تجتازه الأمة إلا برؤية قرآنية ناطقة. عجل إيش الخلفاء كانوا ماذا يلجأون إلى علي عليه السلام؟ لماذا يلجأون إلى الحسن عليه السلام؟ إلى الحسين عليه السلام؟ إلى السجاد؟ إلى الباقر عليه السلام؟ هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه لا يوجد في الأمة من هو أكفأ منه وأولى منه وأجدر منه. أنا أعطيك شواهد على ذلك. في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان كانت العملة التي تتداول في أسواق المسلمين وتعرف أنت قيمة العملة في السوق في السوق في الحضارة أساساً ثالوث أي حضارة ثالوث أي حضارة القيادة العسكرية زين القيادة السياسية القيادة الاقتصادية هذا هي أضلاع قوة أي حضارة سياسة متينة قوة عسكرية هائلة ماذا اقتصاد قوي زين في زمن عبد الملك بن مروان العملة المتداولة في أسواق المسلمين هي العملة الرومانية أمير المؤمنين طبعا سلام الله عليه سك عملة لكن لما جاء معاوية شنو ألغاها واستعاض عنها بعملة الروم الرومان ضغطوا على المسلمين بتهديدين التهديد الأول التلاعب في قيمة العملة وهذا يضرب الاقتصاد شايفت الآن ارتباط أحسنتم أسواق العالمية بالدولار الأمريكي على شفا حفرة من يصير في الدولار شيء خلاص احنا رابطين كل أسواقنا بهذا ليش الآن أوروبا تنحو منحة آخر بأن تفعل اليورو مثلا خطورة الاعتماد على عملة محورية فضغطوا على المسلمين بأنهم قد يتلاعبوا في قيمة الدينار أو العملة الرومانية مما يؤدي إلى انهيار سوق المسلمين الضغط الثاني قالوا لهم نقدر إحنا نسوي مسكوكة لتداولون بها أنتون تسب المسلمين وتشتم قرآنهم ونبيهم ورغم ذلك ماذا؟ رغم عنكم تستعملونها لأنكم لا تملكون عملة أخرى اغتم عبد الملك بن مروان مو خايف على الإسلام وإنما خايف على الاقتصاد الإسلامي
فبعث إلى منه؟ التفت التفت إلى الإمام محمد بن علي الباقر. هاي سنة كام؟ 76 75 للهجرة. يعني السنة كان موجود فيها منه الإمام السجاد، كان موجود في زمن الإمام السجاد. إمام الباقر عليه السلام عاش مع أبيه السجاد 38 سنة. أرسل إلى الإمام الباقر عليه السلام في زمن أبيه السجاد. فجاء الإمام الباقر إلى الشام واجتمع مع صيارفة أسواق الشام وعلمهم كيف يسكوا عملة إسلامية يقسمها إلى دوانق إلى قروش إلى كذا. يعني زين كم قيمة الدينار، قيمة الأقسام مال الدينار، هاي الدوانق كم قيمتها، زين القيمة السوقية كم تساوي إلى هذه وتلك، زين ونظم لهم عملة إسلامية تحافظ على الاقتصاد الإسلامي المتين. هذا تطور الآن فيه، هذا منعطف في الحضارة الإسلامية، منعطف للأسف الشديد. لما ترجع إلى التاريخ يقول لك أول من سك عملة زين إسلامية هو عبد الملك بن مروان. هذا السرقة لإنجازات الأئمة، قرصنة لإنجازات الأئمة عليهم السلام. هناك بعض الباحثين من أهل السنة والجماعة، من مثلا بعض المستشرقين، يعني ينزل على هذا الأمر الموضوعي ويعترف للإمام سلام الله عليه. ولكن للأسف الشديد حتى في بعض المسابقات اللي تروج، زين أول من وضع العملة هو عبد الملك. الإمام الباقر هو الذي وضعها، الإمام الباقر عليه السلام. كان يزدحم عليه الناس من كل جانب، يجونه من أقاصي الأرض على مختلف مذاهبهم وأديانهم حتى يسألونه. السلطة المروانية ما استطاعت أن تتحمل هكذا أبدا، ما استطاعت. خطورة الإمام الباقر تكمن في هذين الأمرين بالنسبة إلى السلطة. الأمر الأول فتحه للمدارس الفكرية، لأن الفكر هو نواة أي ثورة ضد أي طاغن. الفكر أخذ يبني الفكر، يصير يعيد صياغة الفكر الإسلامي من جديد، يصحح الأفكار، هذا ما تريده الطغاة. النمر الثاني أخذت الأنظار في الأمة الإسلامية تتوجه إلى منه؟ إلى أبي جعفر الباقر. لما موجود عندنا خليفة على سدة الخلافة الإسلامية ما عنده مميزات، ما عنده مميزات، لا كفاءة روحية، لا كفاءة علمية، لا كفاءة سياسية، لا كفاءة زين. وموجود واحد مقصى عن هذا الدور عنده كل الكفاءات، شنو تسوي الأمة؟ تقارن، تصنع مقارنة فرز، فتتوجه الأنظار بالعقل أنه من الأجر أن يكون ماذا؟ خليفة هذا. لهذا مجرد وجود الإمام حتى لو ما حمل سيف خطر على السلطة المروانية والأموية. لهذا احتال الإمام الباقر عليه السلام خمسة طواغيت عاصر، إلى أن جد دور على منه؟ على هشام بن عبد الملك. ما استطاع أن يتحمل وجود الإمام أبدا. أدى الإمام أشخاص إلى الشام وسجنه في الشام، معروفة قصة هذه زين. بل أنه أراد أن يستنقص من منزلة الإمام. لما جاء به إلى الشام أوذي أذية كبرى. أول أذية شخصية مثل الإمام الباقر عليه السلام يأتي إلى البلاط المرواني في الشام، المفروض شنو؟ تطلع الدولة كلها تستقبله. لا، خلينا على بوابة الشام ينتظر. ها؟ بكى الإمام لو ما بكى؟ ها؟ يعني مو أول مرة يوقف على بوابة الشام. وقف على بوابة الشام وعمره 4 سنوات مع أبيه زين العابدين وعمته زينب. أنت أظن أن السم الذي تسرب إلى قلب الإمام، إلى بدن الإمام، أشد عليه من كربلاء؟ الإمام كان موجودا في كربلاء وعمره 4 سنوات، لأن مولود الإمام الباقر 57 هجرية، وقعت كربلاء 61 هجرية. ها؟ الإمام وإن كان صغير في المقاييس البشرية، طفل يعني في المقاييس البشرية، في المقاييس الإلهية، وآتيناه الحكمة صبية، إمام معصوم بعد، إمام معصوم. ها؟ فتح عيونه على واقعة كربلاء، هو القائل سمعت تكسر أضلاع جدي الحسين.
أنا في المخيمات كتكسر القوارير تحت خيول الأعوجية. شنو شاف بعد؟ شاف المخيمات تلتهب نارا. كان ممن فر مع الأطفال على وجوههم في البيداء بعد أن اشتعلت النيران في المخيمات. بعد شنو شاف؟ رأى جسد جده أبي عبد الله على بوغاء كربلاء، عليه ذلك القميص اللي يوصفه الإمام الباقر، مخرق بطعن الرماح، مشقق بضرب السيوف، متضمخ بدماء قلب أبي عبد الله. بعد شنو شاف؟ أبو زين العابدين وعمته زينب وعماته وأخواتها على ظهور الهزال يساقون السبايا من بلد إلى بلد، إلى أن أدخلوهم الشام بتلك الحالة. يقول الإمام الباقر بأبي وأمي: أدخلون الشام مربطين بحبل واحد. يقول: إذا وقعت امرأة أو عثر طفل تكاببنا على وجوهنا، كل ينادي ومحمدا. أبوك السجاد شلون سيدي أيها الباقر؟ أدخل السجار الشام حافي القدمين، محلل الأزرار، مكشوف الرأس، ينادي أقاد ذليلا في دمشق: كأنني من الزنج عبدان غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره، فيا ليت أمي لم تلدني. الإمام يقول: ليت أمي لم تلدني. ها الإمام معذور، بعض أهل المعرفة يقول قال: ليت أمي لم تلدني. الإمام السجاد عندما نظر إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى لما نظر إلى ولده الباقر على كتف أمه قد حز الحبل في عنقه، نادى: ليت أمي لم تلدني. الحالة الثانية عندما نظر إلى والدة الإمام الباقر فاطمة ابنة الحسن على ظهر الناقة، لا تعرف محتارة أتمسك طفلها لئلا يقع على وجه الأرض أم تستر وجهها بكفيها عن الأعداء المتفرجين، نادى: ليت أمي لم تلدني. أما الحالة الثالثة عندما نظر إلى عمته زينب يقرع رأسها بكعب الرمح، نادى: ليت أمي لم تلدني. هاي كل المشاهد شاف الإمام الباقر بأبي وأمي. ترى السم ما كان يشغل عن واقعة كربلاء، السم اللي يشعر المسموم بالعطش كان يشعره بعطش أبي عبد الله الحسين، يعز عليه بأبي وأمي أن يشال إلى البقيع، أن يشال إلى البقيع بعزة بهيبة بوقار. وجد أبو عبد الله على بوغاء كربلاء تصهر حرارة الشمس ثلاثة أيام، شالوا ابن عشال البقيع شمال واسماع أحاطت النسوة براضة مكسرت لضلاع، سمعوا ونين أم البتول بباطن القاع تنادي: يا خلق الله اشتعل قلبي بسعيرة، كشفوا لحد عني أبطلع على ابني اليوم، قطعوا جبدي مثل جبدة بحر الاسم
واني يا شيعة في عزا جده المظلوم ابكي على اللي بكربلا جثه عثيره لا حد بقبره وقامله ابن يواري لا حد بقبره وصاحب عياله وموالي لما انقضوا كلهم من الندبه بواجي قام ابنه الصادق لحد على الشفيره لحد ابوه بحفرته ومن القلب ذاب ولا شاف طعنه بالجسد ولا شلع نشاب ولا شاف ضربه بالجسد ولا شلع نشاب ولا شاف من الخيل أضلاع كثيرة لكن يا ساعد الله قلب ابو محمد السج من عادي لحد والده ويدفن الأجساد 70 جثة اللي دفن هكهول وأولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة أول وشيخ العشيرة بار يا جثة جثة بلا راس ومدوا على صدر الطفل محمود محمود لنفاس وجنب الشريعة لحد جنازة جنازة العباس نكبر إخوانا بقبر شيخ العشيرة إلهي بالباقر المسموم صاحب القبر المهدوم إلهي فرج عنا يا الله شافي مرضانا داوي جرحانا فك أسرانا أرجع مسافرينا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين وإلى السيد نعمة السيد خليل وابنه السيد خليل والحاج حسين بن علي وزوجتيه نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.